اهلا وسهلا مشاهدي في الجول في كل مكان. النهارده ضيفنا الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي لنادي بيراميدز، عشان نتكلم معاه في العديد من الامور الطبيه الخاصه بالملاعب الرياضيه واصابات اللاعبين. اهلا بك يا دكتور مصطفى. اهلا اهلا بك يا مسام. في اطار ان احنا في جو حر جدا ودرجه حراره عاليه، عايزينك تكلمنا عن كيفيه التغلب على اللعب في درجه حراره عاليه، سواء بنلعب هنا في الدوري المصري، حضرتك عارف ان في ماتشات بتتلعب الساعه 4 العصر، او لما بنخوض مباراه افريقيه خارج ملعبنا، ازاي اقدر اجاري المنافسين اللي واخدين على اللعب في التوقيت ده؟ 2026 هيتلعب كاس العالم في 16 مدينه، امريكا وكندا والمكسيك. بعض المدن تعاني او اللعيبه هتعاني لما هتلعب في كاس العالم من ارتفاع درجه الحراره، وبالتالي احنا مش هنصنع العجله، هنقول الاتحاد الدولي قال ايه، نزل 11 نصيحه يجب علينا ان احنا كمصريين نعرفهم، ان احنا احتمال كبير باذن الله مع الكابتن حسام نوصل كاس العالم. النقطه الثانيه زي ما انت بتقول احنا دلوقتي بنلعب في اجواء حاره. النقطه الثالثه ان احنا دلوقتي الدوله عاوزه تخفض كهرباء، وبالتالي برضك نحاول نقدر نلعب ازاي بطريقه ما تاثرش درجه الحراره على اللعيبه. الذي لا يختلف عليه اي اثنين ان ارتفاع درجه الحراره بتاثر على اللعيبه، اثر على مستواهم اثناء المباراه، ممكن تعرض اللاعب بعض المخاطر، ابسطها الاجهاد الحراري، ممكن اكتر من كده بتعرضه الى كرامبات او تقلصات عضليه، او ممكن يحصل لهم ضربه شمس كما يطلق عليها، او غيبوبه، او مشاكل قد تؤدي بعض الاحيان الى حوادث رهيبه. يعني الاتحاد الدولي قال ايه؟ قال ان نقيس درجه الحراره قبل المباريات لكل لاعب، يعني لا للملاعب، للملاعب الملاعب. لو درجه الحراره عندنا من 30 ل 36، هيتعمل دقيقه 30 من كل شوط يقف اللاعب ويتعمل استراحه تبريد. النقطه الثانيه ان من 30 ل 36 خلاص هيحصل كده. طب من 36 وفوق يتم إيقاف المباراة إلى أن تتعدل درجة الحرارة. مهم جدا، ما ينفعش كده أن يجي نقيس درجة الحرارة يوم المباراة ونقول درجة الحرارة 36 نوقف المباراة. لا، بيتعمل الأول معروف دلوقتي درجة الحرارة بعد يومين، بعد ثلاثة تقريبا بيقاس، وبتقاس قبل المباراة. كأس العالم يعملوا كده قبل المباراة بساعتين، قبل المباراة بيومين، بحيث يتحدد فعلا هل المباراة هتتأجل أو مش تتأجل خالص نهاية، أو مثلا هتتلعب أكتر ليلة. ده بروتوكول جديد، ده البروتوكول ده اللي هيتعمل في كأس العالم في 2026. طبعا ال 26 مدينة اللي هتلعب عليهم كأس العالم، بعض المدن فيها حرارة وبعض المدن طبيعية. لو لقوا إن درجة الحرارة بيومين احتمال إنها بيرتفع درجة الحرارة، بيتم التنبيه على المراقب المباراة والحكام وعلى الميديا، خصوصا إن المباراة احتمال تتأجل ساعة أو ساعتين. أو عن في حاجة كل الاستادات دلوقتي هتتجهز بيها البطولة، حاجة اسمها درجة الحرارة الرطبة. ايه درجة الحرارة الرطبة دي؟ ان احنا في درجة الحرارة اللي احنا بنقيسها عامة دي، درجة حرارة الجو، ما بتقاس فيها درجة الرطوبة. طبعا كل ما زادت درجة الرطوبة كل ما كان عبء اكتر على اللعيب. النقطة التانية سرعة الرياح. سرعة الرياح كل ما كانت الرياح سريعة كل ما كان او كل ما كانت الرياح سرعتها قليلة، كل ده ما اثر على اللعيب بالسلب. الصعب والغيوم، كل ما كانش فيه صحب وغيوم تالي تأثير سلبي أكتر. تعامد الشمس برضك من الحاجات المهمة جدا. أنت في وقت الظهيرة من الظهر لغاية العصر أو قبل المغرب شوية درجة الحرارة بالتأكيد أقل من الصبح بدري أو بالليل. كل ده بيقيسوا حاجة اسمها درجة الحرارة الرطبة بجهاز المفروض كل الاستادات في كأس العالم هيكون موجود فيها. ليه؟ أنا ممكن أقيس درجة الحرارة تطلع أكتر من 36، وبالتالي قالوا لو درجة حرارة الرطبة من 26 ل 28 درجة ده هيعملوا إيه؟ 30 دقيقة و30 دقيقة اللي هو استراحة التبريد. لو أكتر من 28 هتؤجل المباراة. ده الرولز اللي هيتبع في كأس العالم 2026. طب وده بيكون في البطولات المجمعة بس، ولا في يعني فيما هو قادم هيبقى للبطولات المجمعة، ولا في المباريات العادي زي سواء في دوري أبطال أفريقيا أو دي قانون حطه الاتحاد الدولي كرة القدم هيتم تطبيقه زي بالظبط ما احنا بنعمل
30 و 30 دقيقة دلوقتي بقت في أفريقيا في مصر في كل مكان. النقطة التانية لازم يكون مستعدين قبلها بمدة عارفين إن درجة الحرارة، لأن اللي هتلعب 2026 هتلعب في يونيو ويوليو تكون درجة الحرارة طبعا عالية زي ما احنا هنخش عليها ايه في شهر يونيو خلاص، يعني هتلاقي درجة الحرارة أعلى برضك في مصر. النقطة التانية طلبوا من الميديا، الميديا طبعا عاوزة تعمل المباريات في أقصى عدد للمشاهدين، قالوا لهم بقدر الإمكان نحاول الميديا تتعاون مع البطولة بحيث ما يعملوش يصمموا على المباريات في وقت الايه الذروة الجو. وده من الحاجات المهمة جدا ان النهاردة نسبة المشاهدة عالية بخلي اللعيب يلعب في جو حر جدا في الظهيرة، وده بالتأثير هيأدي على مستوى البطولة. دي نقطة مهمة. النقطة الثالثة اهتم قوي ان اللعيبة تعمل حاجة اسمها التأقلم مع الحرارة، بس التأقلم مع الحرارة ده لازم قبليها بمدة، انك انت في بلدك او تروح في مكان يتناسب مع البطولة اللي انت رايحها تلعب في الأجواء الحر. يعني ما ينفعش انت مثلا في شمال أوروبا مثلا وتلعب وتطلع على بلد هيكون فيها درجة الحرارة، لازم تتعود على درجة الحرارة. تعود على درجة الحرارة ده بيحتاج 10 أيام، لكن ما ينفعش النهاردة انك انت تروح تلعب في كاس العالم ودرجة الحرارة عالية وعارف البلاد اللي انت هتلعب فيها المجموعة الأولانية ودرجة الحرارة عالية وتروح تجرب هناك، هتتعب ده أكيد. النقطة المهمة انه اهتم قوي ان يقول للعيبة لازم تشربوا مية، لازم تشربوا سوائل أثناء المباراة. والنقطة المهمة ان السوائل دي يكون لها تركيز معين من الأملاح. بمعنى ايه؟ لو انا شربت مية بس الجسم هيملي مية، ده بيؤدي الى حدوث مشاكل. العرق اللي احنا بنفقده ده فيه نسبة من الأملاح، الأملاح دي 0.9 أو 0.2. الدم بتاعنا التركيز الملح فيه 0.9. لو أنا شربت مية كتير هخفف الدم بتاعي، ما الدم يخف الخلايا بتاعتي هتشبع بالمية، شبع بالمية دي تحصل مشاكل في الإيه للعضلات والجسم كلها ويحصل مشكلة كبيرة. في نفس الوقت برضك لو خدت سوائل فيها أملاح كتيرة برضك مشكلة، لازم يكون معمول يعني مشاريب مخصوصة بتركيز زي يتنسب. إيه لا ما هي بقى التركيز هو يعني مشاريب رياضية أبسطها مثلا مية معدنية، أبسطها عصير فواكه مثلا يعني مخفف شوية. لكن لو خدت أنت زمان افتكر الكابتن أبو رجيلة ربنا يمسيه بالخير كنت سألته مرة أنت كنت بتدوا اللعيبة إيه قبل المباراة؟ قال لها حاجتين، لما نديهم رسمان لما الحر او سكر، كان زمان في سكر مكعبات كده نديهم سكر قبل الايه مدن. طبعا الكلام ده كان كويس في الاربعينات والخمسينات، بس مع العلم عرفنا بقى ان لازم الملح ده لازم يكون بتركيز مظبوط مساوي للعرق، لدرجه بعض الناس دلوقتي بعض الفرق بتعمل تحليل تعرف بيه نسبه العرق اللي بيطلع من الجلد، لان كل واحد تركيز الملح بتاعه متغير. هو 0.2 ده الافريج، بس ممكن يعلى شويه شويه، وبالتالي لما تيجي تعوضه بنفس التركيز الملح، ان التركيز الملح الزياده بقى لو خدنا راس ملح ودي كانت من الشوره زمان تمص الميه من جوه العضله، بعكس ايه لو هو ما فيهوش ملح اللي هو قلنا عليه الاولاني يملى العضله معاه. يبقى دلوقتي مهم قوي المشروبات الرياضيه. النقطه الثانيه ما ناخدش كافيين كتير، يعني ما تشربش شاي، ما تشربش قهوه. تشرب بس معدل قليل. قبل المباراه بقد ايه مشروب؟ هي دلوقتي بنعمل، انا اسف يعني المشاهدين يعني كلها دلوقتي ابحاث، بنعمل بحث دي ان ايه، بنحلل الدي ان للعيبه، بنعرف ان في ريسبتور او الجسم حساس للكافيين قد ايه. بعض اللعيبه ما بيأثرش معاه، بعض اللعيبه تأثيره سريع وكميه قليله، وبالتالي الكميه هي لو احنا مش هنعمل التحاليل ديت لازم ما تزيدش عن مقدار معين. لكن ما ينفعش ان انا اخد ريد بول واخد كافيين واخد حبوب والكلام ده في الجو الحر، خطر قوي. لانها اولا هي اللي جرب كده اي واحد يشرب قهوه كتير هتبول هيفقد سوائل اكتر، بجانب انه بيزود سرعه نبضات القلب يخليه مع الحر برضك بيزيد سرعه القلب، يبقى اجهاد عليه على القلب وعلى العضلات. بجانب اللي بياخدوا كافيين كتير هيجوا يناموا بالليل ما بيعرفوش ينام، وبالتالي النوم ده هو الريكفري عشان لو عنده كل 3 أيام ماتش. دي مهمه. طب وهو الطبيعي ان مثلا بما ان هو مختلف من لاعب للاعب، هل في رولز معين؟ لان يعني مثلا في لعيبه بتحب تشرب قهوه وشاي قبل المباراه، هل
هل ده هيبقى مناسب بعد يعني خضوع للعيبة للدي ان ايه ولا بيستحسن ما يشربوش؟ لا هو يشرب بس ما يشربش كميات كبيرة، يعني فنجان قهوة، واحدة ريد بول، لكن ما ياخدش 5 ريد بول مثلا، ما يقعدش يشرب 20 كوباية قهوة، ما ياخدش حبوب الكافيين، يعني فاهم ازاي؟ يعني دي تتوقف على كل واحد، انت شعورك ايه؟ لقيتها بتأثر على نبضات قلبك، بتخليك تخش الحمام اكتر، ما بتخليكش تعرف تنام، يبقى انت تعرف انك انت حساس قوي للايه؟ للكافيين. وفي بعض الناس ياخدوا الكافيين ما يشتغلش غير بعد المباراه، وبالتالي هو طبعا الكافيين انتشر ليه؟ لانه تم اعتباره غير منشط، يعني كان الاول بيعتبروا ان لو زاد عن رقم معين في اللعيب يعتبر ماده منشطه ويجاز عليها اللعيب ويتحقق ويتعمل عليه مخالفه، لكن بدا ان هو اتلغى الموضوع ده. من ساعتها بقى بدانا نشوف المشروبات اللي هي الطاقه الغنيه بالكافيين. كمصر دلوقتي عندنا حاجتين لازم ناخد بالنا منه، احنا عاوزين زي الدوله ما عاوزه احنا نوفر الكهرباء، بس في نفس الوقت مش عاوزين نضر اللعيب ان هم يتعبوا. نختار اوقات، يعني احنا مثلا عندنا ماتش الجونه الساعه 4 او في فرق لعب الساعه 4 درجة الحرارة الـ40 دي، قبلها بيومين هنشوف نتبع القواعد، قبلها بيومين لقينا درجة الحرارة أكتر من 36 يبقى كده مش هنلغي احنا بمصر، هنأخرها ساعتين. المغرب بيبدأ، لكن احنا في بروتوكول بطولة كأس العالم 2026 36 إلغاء المباراة، وهم عندهم كل استاد دلوقتي من ضمن الشروط يكون عنده درجة الحرارة الرطبة، جهاز درجة الحرارة كمان عشان يتأكدوا لو هي أزيد من 28 المباراة هتتأجل. النقطة الثانية، المغرب بيبدأ الساعة 7 وربع، المباراة عادة نقول ساعتين، يبقى احنا أنا لو حاجة أجي ألعب المباراة ما ألعبهاش قبل إيه؟ 5 وربع، لكن ليه ألعب 4؟ ومش هناخد الكواليتي بتاع اللعب الكويس. كويس، يعني لازم يبقى عندنا مالابيلتي، وفي نفس الوقت وفرنا كهرباء. زي يعني ما نقدرش نيجي نقول لازم نلعب 4 عشان نوفر، لا في حلول. وكان احنا لعبنا في الاسماعيليه الساعه 6 او يعني التسخين كان صعب شويه، بس بعد كده الشوط الاولاني يعني نص الشوط الاولاني والشوط الثاني الجو بقى كويس، مع ان الاسماعيليه كانت في اليوم ده احر من القاهره، لكن ان احنا 6 كويس. خلينا نروح بعد كده لظاهره كثره الاصابات خصوصا بالرباط الصليبي مثلا في مصر، عندنا يمكن حتى الزمالك 3 لعيبة اصابات صليبي زي عبد الشافي واحمد حمدي مؤخرا، محمود حمدي الوينش، في المصري احمد ايمن منصور. تفتكر كثره الاصابات ده بيعود لسوء ارضيه الملاعب ولا بيبقى سببها ايه؟ بص، في مثلث كده لازم نكون عارفين، المثلث ده اللعيب، المدرب، الجهاز الطبي. لعيب تم يعني تدريبه من الصفر صورة عالية الشدة، بيرنا يعني اتحرق، لما بيجي بقى على المستويات العالية تظهر بقى الإصابة. ما نحرقش اللعيب كويس، يعني حمل التدريبي وعدد مرات التدريب والمباريات لازم تزامن المسابقة وكان ده من الصغر، والمدربين بتوعنا الناشئين يبقوا على عالم مستوى عالي، نبعت مدربين بره في الخارج ده. يعني مهم قوي، يعني النهضة الكروية لازم تعتمد، مش احنا نجيب المدرب، لا نبعت الناس، لانك انت لما بتعمل معايشه بره بتلاقي نفسك المدرب اختلف، الدكتور اختلف، اللعيب نفسه اختلف، دي مهمه جدا. النقطه الثانيه، اللعيب نفسه لازم يكون محترف، مش في اللعب بس، محترف في حياته. كل الكلام الجديد دلوقتي بيتقال ان اهم حاجه لاستشفاء اللعيبه هي النوم، وما تقلبش بالليل نهار والنهار بالليل والسهر والطبق. كل ده بيتدخل في اصابات اللعيب. طبعا لو اللعيب ده بينام كويس، بياكل كويس، ملتزم بالتمارين، نسبة إصاباته أكيد هتقل. طب ليه يا دكتور مصطفى يعني وخصوصا الفترة الأخيرة، ليه مثلا بلاقي إن في إصابات صليبي كتير بدون تدخل من أي لعيب؟ يعني مثلا شفنا مثلا إصابة أحمد حمدي، ما فيش تدخل، تعرض للإصابة بالصليب. علي معلول في ذهاب مباراة الترجي قطع جزئي في وتر أكيلس دون تدخل برضه. تفتكر ده بيبقى نابع عن ايه؟ بس انا كنت في النرويج، النرويج فيها مركز ابحاث يمكن من احسن مراكز ابحاث العالم في الطب الرياضي، وكانوا هناك بداوا يعملوا حاجه جميله قوي، يصوروا اللعيبه وهي بتحصلها الاصابه، وجمعوا كل اللعيبه اللي في النرويج
الألعاب المختلفة، وطلعوا بنتيجة أن 80% من إصابات الرباط الصليبي تحدث بدون تدخل. ليه؟ بيحصل هبوط خاطئ، ده أكبر نسبة، هبوط خاطئ بالقدم مع التواء الركبة. والهبوط الخاطئ ده بدأوا يعملوا بقى إيه؟ برنامج وقاية من الإصابة بالرباط الصليبي، إن اللعيب يتعلم إزاي يهبط في الأرض. بيعملوا عليهم بالفيديو، بيوروهم الإصابات وعلموه، بعد كده صوروه هو بيعمل هبوط إزاي، ويقولوا له لا أنت الهبوط بتاعك خاطئ، لازم تتدرب، ويجيبوا لهم واحد يدربهم على الهبوط السريع. يعني دي نسبة حضرتك بتقولها لنا 80% من إصابات الصليبي بتبقى بدون تدخل. بدون تدخل بسبب يعني عدم هبوط اللاعب بالشكل السليم. صليب. ده أكتر أسباب. بنشوف مثلا عندنا في مصر يمكن المسابقة مش منتظمة، وفي ملاعب كتير ما بتبقاش كويسة أرضيتها، يعني هل ده برضو بيتدخل؟ يعني مثلا فريق بيلعب كل 3 ايام ماتش، كان ما بيلعبش وبيلعب بعد كده كل 3 ايام ماتش، هل ده برضو طبعا بيبقى ليه في جزء من الاصابه؟ طبعا، لان ما بيخليش المدرب يعرف يظبط الحمل التدريبي، يبقى تنظيم المباريات لازم زي اوروبا يعني كل 3 ايام. وعلى فكره الدراسات الحديثه اثبتت ان ما فيش فرق في الاصابات لو انت لعبت كل 3 ايام او لعبت كل 6 ايام، طالما انك انت بصفه مستمره بتلعب كل 3 ايام. انتظام المسابقه، يعني لو انتظمت كل 3 ايام عادي، انتظمت كل 6 ايام عادي مفيش. لكن احنا بالنسبه لينا احنا في مصر احنا عدم انتظام النظام ده طبعا بيخلي المدرب مش قادر يظبط الحمل التدريبي، وبالتالي بتحصل اصابات. طالما اتكلمنا عن الصليبي والاصابات القويه في الملاعب، يعني تفتكر بتعتمد على ايه فكره تعافي اللاعب من الصليبي او وتر اكيلس؟ في لعيب بنشوفه بيقعد 6 شهور ولعيب بيقعد 9، لعيب مثلا مصاب بصليبي بيرجع بعد 5 شهور، وشوفنا حتى نماذج في اوروبا كده او اقل من 5 شهور، ولعيب تاني ممكن تلاقيه يقعد الموسم كله بيتعافى من الاصابه بالصليبي. هنتكلم عن عمليه سليمه وتاهيل سليم. كنا من حوالي 7 سنين او 8 سنين نقول انه محتاج 6 شهور عشان يرجع يلعب تاني. بعد كده اتعملت ابحاث لقوا نسبة اللي رجعوا 6 شهور عالية عن اللي رجعوا بعد 9 شهور، وبالتالي بدأ من نسبتهم أكتر يعني إنهم بيرجعوا يحصل له تكرار الإصابة. قال لك لا، 9 شهور نسبة الإصابة، تكرار الإصابة هيقل. طب ليه هم قالوا كده؟ دلوقتي بيعملوا منظار للاعب قبل ما ينزل يلعب من الركبة عشان يشوف الرباط الصليبي اللي اتعمل. الرباط الصليبي اللي بيتعمل ده بيتاخد من الرباط من الجسم، لما بيتحط هو يحاول يحاكي الأصل، بس عشان يحاكي الأصل ده بيبقى عامل زي البيبي، بيمر بمراحل كتير، بيبقى جنين وبعد كده يجيله دم، بعد كده بقى فيه رباط، وبعد كده بقى ايه يحصل له محاكاه بس شبه الرباط الأصلي. لقوا ان هو عشان يرجع يبقى زي الرباط الأصلي في قوته بعد 9 شهور، حته بقى ان يرجع بعد 4 أشهر 5 أشهر، في حاجه من الاثنين ان هو بيكون واخد رباط من شخص متوفي، هو عامل رباط صناعي، وبالتالي ده بيكون اكتر في العوده يعني اسرع يرجع بسرعه يعني. بس على حساب ركبته. حته بقى ان بعض الاخصائيين علاجه والتاهيله والدكتور يلاقي اللعيب بيتني رجليه كويس، عضلاته كويسه، وقادر يعمل كل حاجه، بعد 4 شهور ينزل، خطا 100%. هو بيعمل نتيجه ان عضلاته قويه. يمكن في قصة مشهورة جدا قولها لنا. لاعب إيطالي بس ما يسعفنيش ذكره، كان مدافع ومشهور قوي النقاب، أعتقد اسمه جاتوزو يعني. جاتوزو. المهم جاله لعب المباراة، جات له إصابة، كمل المباراة رجله ورمت، راح المستشفى عملوا أشعاعات طلع عنده رباط صليبي. في حالة تعرض اللاعب للإصابة بالصليبي وحضرتك كطبيب مثلا للفريق، هل بيبقى في مؤشر مبدئي اول ما بتشوفه بتعرف ان دي صليبي ولا بيبقى لا. صعب؟ لا بيبقى صعب. مثلا اكيليس بتعرف في لحظتها، وتر اكيليس على طول بتعرف في لحظتها، تعرف على طول بدون انك تعمل الاشعه اي حاجه خالص. لكن الصليبي لا، يعني لا. لكن انت بتلاقي اللعيب مش قادر يلعب،
بتفحص رجليه كده في بس ما تقدرش تقول النتيجة النهائية. نتيجة. وبعدين احنا في الملعب برضك لو الرباط الصليبي قطع بسيط ما ينفعش نعمل له التست جامد في الملعب. ده اللي بيبين. ممكن يبقى جزء جزء ايه يبقى كلي. كتير جدا جم مع الدكاترة ان العيب جاله رباط صليبي والدكتور ما هو كان سؤال السؤال لحضرتك ليه دايما بيتم الزج باسم طبيب الفريق في قصر عند كثرة إصابة اللاعبين، يقول لك طبيب الفريق هو سبب كثرة الإصابة. لا 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 أنا بتكلم على التشخيص في الملعب بالنسبة للرباط الصليبي، وعدلي على كده في أي حتة أي مكان في العالم بعد اللاعب ما بيطلع من الملعب بيتعمل رنين. ما لو كنا احنا متأكدين إن عنده رباط صليبي ما كناش عملنا الرنين، كنا يعني كان نزال. اللي أنا عاوز أقول لك الناس بيتصابوا الرباط الصليبي ممكن ما بقاش عنده الألم، وناس عندهم رباط صليبي بتلعب مقطوع وما عملتش عمليات وبتقدر تلعب وتمارس النشاط الرياضي. يعني أنا عاوز أقول لك إيه، إن الثبات بتاع الركبة مختلف من شخص لآخر، ممكن يتقطع حسب قوة حسب القوة وحسب التركيبة والتشريحية بتاعت المفصل بتاعت المفصل نفسها. لكن فكرة إن مثلا، ويمكن ده شفناه الفترة الأخيرة في مصر هنا، يمكن بنشوف مثلا فريق زي النادي الأهلي لما بيتواجد أكثر من لعيب مصاب أو في إصابات كتير بتحصل في اللعيب للعيبة، دايما البعض يقول لك ده الدكتور كده مش كويس، ده ليه الإصابات دي كلها. لما تبص كده تقول مستشفى بيراميدز، مستشفى الزمالك، مستشفى الأهلي، امسك في المدرب والتأهيل والناس اللي هم أخصائي العلاج. لا مش لا لسه، هو إصابات كتيرة. المدرب انت شايف امسك في المدرب حمل تدريبي؟ ايوه طب الا الالتحامات. يعني انت لما تلاقي في الدوري او في افريقيا دلوقتي اصابات كتيره في الفك واصابات في الوجه، دي التحامات زياده، عنف من اللعيبه وحكم المباراه، تمسك في حكم المباراه. ليه حكم المباراه خلى اللعيبه ما مش حازم في قراراته؟ يعني واحد يدي بكوعه لعيب يكسر له فكه، ده طرد على طول بالقانون. تكرار الاصابه امسك في الدكتور، لانه نزل اللعيب نفس الاصابه هي يعني هي تتجدد. تتجدد، يبقى امسك في الدكتور. ليه نزله بدري؟ ما صممش ان اللعيب ما ينزلش، ما شخص الاصابه صح، تمسك في الدكتور. لو انها برضك الحمل البدني بدك الدكتور ممكن سلمهم سليم وشدوا عليه في الحمل التدريبي. يعني بس وارد بس عشان كده الدكتور لازم يكون حازم في حته ان اللعيب ما ينزلش غير وهو واثق ان هو 100%. بس خد بالك برضك في نقطه مهمه جدا في الاهلي، انت النهارده عندك بطولات مختلفه كتير، وعاوز تنزل اللعيبه برضك مش في مصر، والاهلي برضك ساعات الطبيب والمدير الفني وكله بيحاولوا ينزلوا اللعيب اسرع وقت لانه ملوش بديل. لكن لما تلاقي كل اللعيبه متصابه او كتير او لعيبه مصابه، لا ده تحمل تمرين على طول، اللي هي الاصابات الغير الالتحامات. نبعد شويه عن الـ عن عن الـ الامور المحليه، واسالك سؤال بخصوص كاس الامم الافريقيه الاخيره اللي كانت في كوت ديفوار وتعرض محمد صلاح نجمنا ونجم ليفربول للاصابه. هل يعني بحكم خبرتك الطبيه في الملاعب يا دكتور مصطفى، كنت حضرتك شايف ان اصابه صلاح دي تستدعي السفر للندن ويترك معسكر المنتخب، ولا كان في امكانيه لنوع الاصابه دي ان يتم التعامل معاها هناك في كوت ديفوار؟ طيب هي يعني خلينا واضحين، عشان لما لاعب عندنا في بيراميدز ولا في الاهلي ولا الزمالك بيتصاب واصابه يعني وطلب العلاج في الفريق بنصفر. جات على محمد صلاح نقول له ما تتعالجش في لندن؟ النقطه الثانيه دلوقتي لاعب مصاب خلاص، انا ليه هقعده طالما ان الاصابه بتاعته هتعدي المده؟ تمام. ماتش ماتشين تقصد يعني ان مفيش ما يستدعي ان هو يقعد. النقطه الثالثه انها اظهرت أسوأ ما فينا في مصر، وهي التنمر واتهام محمد صلاح انه مش مصاب متمرد. دي كانت حاجه سيئه جدا، يعني اسحب الصوره. شفتها ازاي يا دكتور؟ قول لي. انا اقول لك، انا زعلت جدا جدا جدا، خصوصا كمان ليا اصدقاء في انجلترا اطباء كلموك في كلموني. طب احكي لي يا دكتور، يعني مثلا اقرب صديق ليك طبيب في انجلترا قال لك ايه على الموقف؟ ليا صديق في ليفربول المدينه يعني قال لي يا مصطفى الناس في انجلترا بتقول هو المصريين مجموعة فيه كده ليه؟ يعني في استياء من الجمهور الانجليزي علينا احنا، ان هم مش قادرين يفهموا احنا بنهاجمه ليه؟ يعني الراجل متصاب ما مستغربين من موقف موقفنا. يعني
ايه مشكله؟ ما اي حد بيتصاب، مش معنى محمد صلاح لما يتصاب هنقول عليه مش مصاب، يعني فاهم ازاي؟ انا اقصد ان نوع الاصابه، يعني اقصد أنا معاك. ممكن يا دكتور يكون في اصابه شد في الخلفيه، شد بسيط في العضله الاماميه، حاجات اقدر اتعامل معاها، ولا انت شايف ان ده مش كلام؟ لا بص اقول لك، اي اصابه نقدر نتعامل معاها في مصر. يعني النهارده مثلا انا سعيد جدا بعلي معلول عمل العمليه مع الدكتور ناصر في مصر. فاكر انا كان الساسي في الجاني الساسي جاله كسر شرخ بسيط يعني، وكان راي الدكتور اسامه مظبوط جدا ان هو يعني يعمل العمليه او يعمل جبس هناك في تونس. راح تونس وبتاع، وشوفنا قد ايه اتاخر، ولما جه كسر علم ما كانش فت يعني. يعني عاوز اقول لك ايه، انا مبسوط ان احنا في مصر ان علي معلول وهو اللي طلب، ان فهمته من الميديا ان هو اللي طلب انه يعملها في مصر واللي عملها له. يعني مش هقول لك طبيب عالمي يعني مصري عالمي فعلا، ان احنا في مصر كجراحين متقدمين جدا جدا وتاهيل متقدمين. بس اللي انا عاوز اقوله لك ان واحد بيلعب في انجلترا، او واحد ما اسمح اقول لك واحد لعيب في المنتخب بيلعب عندي في بيراميدز وجات له اصابه، حرفا سمعت التليفون دكتور محمد ايه الاخبار؟ طبيب المنتخب هيقول لي عندي، اقول له محمد معلش انا عاوزه عندي انك انتوا ايه مشغولين دلوقتي بالفرقه الرئيسيه، ولا لما اخف هرجعه لك تاني. وده يعني في التعاون بيبقى في صالح اللاعب وصالح شغلك. في كاس العالم في الارجنتين لاعب جاله غضروف في منتخب ايطاليا على ما اتذكر، رجع ايطاليا تاني وساف المنتخب. انت شايف ان احنا كمصريين كنا مأفورين قوي؟ مأفورين قوي. لا ما يصحش ابدا. وبعدين خد بالك، مش عاوز اقول مش هيحصل ان احنا هيجي لنا محمد صلاح تاني، بس صعب انه يجي لنا محمد صلاح تاني، وبالتالي هو ايقونه في الرياضه في مصر. يعني انا عشان سافرت افريقيا عارف الامكانيات الطبيه في افريقيا عامله ازاي، كاشاعات ضعيفه جدا، اللي هيقرا الاشعه كدكتور هناك ضعيف جدا، الاجهزه ضعيفه جدا. هو في الخلفيه، لكن انهي درجه؟ ده مش هيلعب اول ثلاث ماتشات، وهو قالوا كده، قالوا هيرجع على وللاسف اعتقد الاصابه دي اثرت عليه، ما لعبش بنفس الكفاءه بعد كده. هو قعد مده معينه ما لعبش فيها، ولا يوجد سبب للتمرد. هتمرد ليه؟ ما هو لو ما كانش عاوز يجي تاني قال لك انا مش عاوز اجي. شفنا علي جبر بقى له فتره كبيره بعيد للاصابه، ويمكن اليومين اللي فاتوا كان طلع كلام او كان في خبر رسمي بانه هيسافر المانيا، وهيطلع من المانيا يروح الامارات يعمل تاهيل. كلمني عن الاصابه الطويله قوي دي، وهيروح يعمل ايه في المانيا، وهيتاهل ليه في الامارات؟ لا هو الاصابه بتاعته مزق ومتاخرش كتير، يعني هو كطبيا هو بقاله مثلا حوالي 21 يوم لما حصلت الاصابه. مزق فين؟ في العضله الضمه عند منشئه في الوتر نفسه، دي من الاصابات في منشأ العضله الضمه الوتر نفسه، او حصلت دي بتبقى من الدرجه الثالثه. ليه سافرنا المانيا؟ لان احنا بنتعامل في المانيا مع طبيب نادي ميونخ، بيتم حقنه بحقن معينه، الحقن دي بتساعد على الالتئام بصوره جيده، وهو تم حقنه، ويمكن تاهيله هيبقى مش في مصر. نادي بيراميدز يعني بنحاول كاداره النادي تحاول توفر اكتر اماكن جوده في التاهيل، والمكان اللي بيسافروه في الامارات ده مكان معتمد من الاتحاد الدولي لكره القدم انه مكان اكسلنس، يعني مكان مميز في التاهيل، وبالتالي احنا بنتعامل معاه في الحالات الصعبه. في بيراميدز هل في لعيبه تانية معاك يعني في الفتره دي؟ الفتره دي طبعا اسامه خد اصابه جديده بالوجه وتعمل له عمليه، الدكتور مصري برضك عمل له عمليه حديثه جدا من غير ما يفتح، دخل من خلال الفم وعمل له يعني شريحه، وعلى طول تاني يوم خرج من المستشفى وبيتدرب دلوقتي. بس طبعا الدكتور يعني في الحالات دي بتاعت ما يقدرش قبل ثلاث اسابيع يتعرض للاصابات اللي في الوجه، يعني في الوجه، وعملنا له زي ماسك كده يلبسه قناع عشان يقدر يلعب. طبعا مش معنى كده ان احنا دكاتره كويسين، لا هو السيستم كله كويس. شوف انا من بيراميدز احنا دلوقتي واخدينها ماتش وبنحاول نعمل نتائج حلوه، لكن فعلا صعبان عليا الاهلي، بمعنى الاهلي دلوقتي هيلعب كل ثلاث ايام. ده احنا الاهلي يمكن نلعب في اسبوع واحد مرتين، تم التاجيل في اوقات مش مظبوطه يعني. طبعا حكايه ان احنا ناجل المباريات للاهلي والزمالك بسبب مشاركه في النهائي كاس عالم للانديه يعني في النهائي انا اتفق معاك فيها،
تمام. ده مهم في الفاينل، لكن في المباريات اللي هي العاديه المجموعات، عاديه المجموعات لا ما تأجلش. تمام تأجلش. طيب هستغل وجود حضرتك معايا يا دكتور مصطفى، يمكن قول لي ابرز موقف عمرك ما تنساه، يعني انت ليك باع طويل في الملاعب المصريه، سواء مع الزمالك، مع المنتخب الاولمبي، حاليا مع بيراميدز، موقف مثلا او اصابه ما تنساهاش للاعب معين. بص، اصابات العضلات والعظام والحاجات دي ما فيهاش مشكله بالنسبه كدكتور يعني، لكن الاصابات بقى اللي بتخاف منها وبتبقى ساعتها يعني كل تركيزك ان الراجل ده مثلا يعيش، ان هي توقف القلب والكونكشن، ارتجاج في المخ. الارتجاج بيحصل شلل. تمام مفيش حركه، مفيش تنفس. هنا بتعامل ازاي يا دكتور مع توقف القلب؟ طبعا الكونكشن ده عاده بيجي نتيجه اصابه مباشره، بيلعب بهد، خصوصا في حكايه الكورسات، هد في هد وهد، ينزل اللعيب تعمل ارتجاع، تنزل اللعيب مش واعي، فاقد الوعي تماما، لكن بيتنفس والنبض موجود شغال، بس نتيجه الارتجاع ده بيحصل شلل في الجسم وفي العضلات، ما يتحركش اللسان، عضله بتروح راجعه لورا. احنا بنقول ارتجاع في اللسان، بس هو ايه يعني ما بي... يعني او سوري بنقول بلع في اللسان، ده طبعا ارتجاع في اللسان طبعا هو بيرجع لورا، بيرجع لورا في المجرى الهواء. المفروض بقى ان الدكتور في اللحظات دي يتصرف بحكمه بقى، ان ممكن طب يكون طب حصلت لحضرتك زي انا افتكر مثلا لعيب من نادي الطيران، نادي الزمالك كرمني عشان، ونادي الطيران كرمني عشان، احكي لي الموقف. جاله ارتجاج في المخ وفضل عنده، كنتوا بتلعبوا الطيران ماتش ودي، واللعيب برضك هد خبطه جامده، ارتجاج، قعد، انا فاكر الولد ده قعد مثلا حوالي 6 ساعات مفيش كلام، مفيش وعي خالص، النبض شغال، بس التنفس شغال، لكن هو مفيش حركه خالص. طبعا مشكلته ده ممكن يروح عامل قيء، يروح بالع القيء. النقطه الثانيه ان ممكن من الارتجاج دوت ساعات بعضهم بيروح قافل بقه قوي، يمنع التنفس كمان، يحصل بقى ان مفيش تنفس، اصلا مشكله. النقطة الثالثة ان هو ممكن يكون من الكدمة، من الخبطة اللي حصلت له، عنده كسر في الرقبة. اتعاملت معاه ازاي لاعب الطيران؟ لاعب الطيران اهم حاجة في الموضوع ان انا تروح له بسرعة، النقطة الثانية تشخص بسرعة، النقطة الثالثة تعمل له انبوبة، فاهم ازاي؟ بحيث انه لما يقفل بقه او يرجع اللسان يكون في انبوبة تخليه يتنفس، او تحط وضع الراس في وضع معين تخليه يسمح بالتنفس، ويتحطوا في حاجه وضع اسمه وضع الغيبوبه. كل ده بيحميك من الايه؟ من المشاكل. من المشاكل. يمكن اصابه احمد رفعت هل كانت قريبه من الحضرتك بتقوله ده؟ لا احمد رفعت حصل مشكله في القلب. نتيجه بقى زي ما انت قلت لي في اول الحوار ان ممكن لعيب جسمه مش واخد عقافين، فشرب مثلا قهوه او شاي فقبل المباراه حاجات بسيطه، فده يعمل مشكله في عضلات القلب؟ لا مش يعني هو ما نقدرش نقول قهوه، لكن في حاجات كتيره ممكن تحصل، الوفاه المفاجئه او الموت المفاجئ للرياضيين ده يعني توقف بيحصل. القلب ده في حاله احمد رفعت دي حاجه يعني مشهوره يعني كتيره بتحصل، ممكن تحصل لعيب عمره ما شرب قهوه، سليم وصحته كويسه جدا، ضغطه ونبضه والابحاث كلها اتعملت عليه قبل السيزون كويس جدا، وبيحصل توقف للقلب. هي بتيجي من غير قهرات، بتيجي بشكل مفاجئ يعني. مفاجئ. هو يعني الحمد لله، ودي برضك حاجة كويسة للمصريين والطب المصر، إن هو تم التعافي والتعامل معاه. طبعا التعامل في الملعب ما كانش أفضل حاجة، يمكن حتى بعدها دكتور، يمكن اتحاد الكوره او اللجنه الطبيه في الكوره عملوا حكايه ان يبقى في انعاش القلب. مظبوط. دلوقتي احنا مثلا كل ماتش بخش على عربيه الاسعاف بيراميدز، اي انا مثلا بخش على عربيه الاسعاف، انا بحبهم يعني في كل المباريات اللي معاكم الاجهزه، الولاد كلها معانا الاجهزه، بتطمن بقى دلوقتي هم متدربين عليها قبل كل مباراه. ولو ما لقيتش الجهاز، احنا عندنا بيراميدز. طب كويس جدا. انا عندنا بيراميدز موجود من زمان يعني، مشغلين بيه. وانا في الزمالك، لما كنت في الزمالك ليا صديق بتاع ده دكتور قلب مشهور جدا في كندا، طلبت منه جهاز للزمالك، وجي ادانا الجهاز اهداء للزمالك. ده الكلام ده ايه؟
فتره طويله من قبل ما الجهاز ده كان حاجه يعني حاجه, يعني حاجة حديثه جدا يعني ذات الاجهزه دي موجوده بوفره تلاقيها في المطارات تلاقيها مع بتتكلم وقت تواجدك كطبيب لنادي الزمالك يعني مش معنى وجود الجهاز او تعمل بالجهاز هو ده الاساس ده الحل قول لي الحل يعني في بعض الحالات ما بيقدرش الجهاز ما بيسعفش المريض يتوقف القلب تماما يعني لان احنا عندنا انطباع ان الجهاز ده الشافي المعافي بس مظبوط هي بتتوقف على شدة إصابة القلب احنا طبعا خدنا السيناريو اللي حصل في الدنمارك ريكس خدنا السيناريو وحطينا في دماغنا ان اللاعب ده تم شفائه نتيجة البروتوكول اللي اتعمل لكن بالتأكيد البروتوكول اللي اتعمل يساعد العودة بنسبة كبيرة لكن لو ما عملش البروتوكول دوت عدم العودة نسبة عالية أكثر. بما أن حضرتك ذكرت المنشطات أنت كطبيب لنادي بيراميدز أو كطبيب في الملاعب المصرية وليك باع طويل بتتعامل مع الموضوع ده مع لعبتك إزاي؟ يعني هل في المباريات الإفريقية مثلا هل بتقعد مع اللعيبة تقول لهم ده ممنوع ده مش ممنوع دي يعني محطوطة في جدول المنشطات كلمني عن النقطة دي خصوصا ان كان برضو طلع بعض الاحاديث والكلام بخصوص رمضان وغير رمضان مش الحكاية مش رمضان بس غيره من اللعيبة ايه الدور اللي حضرتك بتقوم بيه اللي بتعرف اللاعب في البطولات اللي هي الافريقية اللي بيبقى فيها كشف للمنشطات ايه اللي ممنوع وايه اللي مش ممنوع البروتوكول بيجي ازاي بتاع حضرتك عاوز اقول لك على حاجة في ما قبل 2020 وما بعد 2020 ما قبل 2020 كان بيتعمل على استحياء بالدوري المصري تمام عشوائي يعني لا يعني الدوري كله تعمل مرة واحدة فهمني ازاي في أفريقيا كل مباراة مش كل مباراة بعد الدور الثمانية بنعمل مرتين قبل النهائي بنعمل النهائي لازم نعمل وبالتالي قبل 2020 نوعي اللعيبة ونقول لهم ما تاخدوش حاجة غير لما تسألوني لان الموضوع مش سهل زي ما الناس فاكره ايوه ما علشان كده انا عشان كده بسال حضرتك ده موضوع مهم جدا كده في ادويه كتيره جدا جدا على مستوى العالم مش انا بس كل الاطباء الاسم اللي انت بتشوفه على الدواء ده يعني مثلا بنادول ده ليه تركيبه كيميائيه مش احنا عارفين البنادول تركيبه كيميائيه بتاعته ايه لكن ساعات مثلا بنادول ساينس يختلف في ماده تبقى هي اللي الدارجه في المنشطات فاهم ازاي الادويه بتاعه البرد فاهم ازاي المهم قبل 2020 نقعد ننبه اللعيب ما تاخدوش دواء غير لما تقولوا لي بتاع ده اللعيب ياخد دواء قبل المباراه يتصل بيا بالليل يقول لي يا دكتور ده انا تعبان وراحت مراتي مدياني الدواء ده ايه رايك اقول له يا ابني ده دواء كله منشطات فاهم ازاي وحصلت يعني حصلت كتير قوي في مختلف طيب. بعد 2020 يعني. ايه اللي حصل ان بقى في تحليل منشطات في الدوري المصري كتير تمام وبدأ ما بقيناش نعمله مره وبدأ لعيبه تفاجئ انها خدت تشط وتعاقبت وهي للاسف مش عارفه بدأ اللعيبه بقى ايه يبقى عندها وعي وتقلق شويه من الموضوع لا بقى عندها وعي يعني ما بقى يعني اصل بقول ما بقوش ياخدوا اي حاجه دون الرجوع يعني عارفين دلوقتي ادويه البرد اكيد عارفين دلوقتي الادويه بتاعت السمنه لان كذا واحد خد ادويه سمنه وتخسيس وبتطلع طبعا موجوده الادويه الهرمونات دي خلاص دي معروفه من زمان يروح الجيم وياخد هرمونات دي في اربع سنين مرتاح يعني فاهم ازاي بدات اللعيبه تعرف بدات اللعيبه هي لوحدها يا دكتور انا خدت الدواء ده اخده ولا ما اخدهوش فاهم ازاي اللعيب يعني فاهمني الدنيا اتغيرت بقى اللعيبه عندها وعي النقطه الثانيه هي الوادة نفسها اللي هي الهيئه المنظمه اول حاجه في البروتوكول بتاعها تقول لك اللاعب هو المسؤول مسؤوليه كامله كان زمان اللعيب فاكر ان هو يروح يقول ده مثلا ده المدرب بتاع الدين ده ماشي المدرب بتاعك اداك اثبت والمدرب وانت هتتعاقبه مش المدرب لكن المسؤوليه الاولانيه تقع على اللاعب انت خدت خلاص عارف النقطه بتاعه القانون بيبقى العقوبه حتى بتبقى ايقاف طبعا الا بقى لو في ساعات اللي هو الجماعي فريق كله يعني انت تقصد اكتر من حاله في الحاله هنا بيحصل ايه هنا طبعا بيحصل تحقيق مع الفريق ومع الاتحاد زي اللي حصل مع روسيا تمام فاهم ازاي وتتعاقب بالدخول الاولمبياد الفريق كله وبعض الاحيان من القصص الظريفه جدا ويمكن حصلت في مصر في المكسيك بطوله العالم للناشئين او الشباب طلع 16 واحد واخدين ماده 16 واحد في فريق واحد في فريق واحد
لما قعدوا يحللوا اكتشفوا ان المادة دي بيتم اعطائها للابقار في المكسيك، وبالتالي هم كانوا البقر اللي يوصلن الكبدة فيها المادة دي طلعوا في الحالة دي براءة طبعا، افادوا براءة اللعيبة. اخيرا يا دكتور، كنت حابب اسأل حضرتك عن اصابة الكتف. يمكن الكتف شفناها اكتر من مرة الفترة الاخيرة، محمد الشناوي، امام عاشور، ازاي اقدر اتعامل مع الاصابة ديت؟ وليه برضو بحس انها بتبقى مختلفة في العودة ما بين لاعب واخر؟ يعني يمكن محمد الشناوي طولت شوية، امام عاشور وقته غير محمد الشناوي، رجع بعد مدة قليلة. ليه بيبقى فيه جاب في بين لاعب لاخر في العودة للملاعب في حكاية اصابة الكتف؟ احنا دايما نقول اصابة الكتف، لكن الكتف ده كذا مصر، لكن ما نقدرش نيجي نقول لك ان اللاعب عنده خلع بمفصل الترقوة الأخرومي. ما يقدرش أقول للناس كده، أو مفصل، بقول مفصل الترقوة الاسم الطبي يعني. أو مثلا معايا في مفصل الترقوة الأخرومي وقطع في الرباط الغرابي. أكيد مش أكيد المسمى ده مش صعب جدا. مش هتقول يعني الناس هتقول لك الميديا يعني. مش هتقول الميديا، أقول لك الدكتور مصطفى إيه اللي بيقوله دوت. وبالتالي بنقول مفصل الكتف، مفصل الكتف في مفصل ومفصل الترقوة في مفصل. مفصل الترقوة ده في كذا نوع يتوقف على حسب شدته. في نوع يلعب تاني يوم بعد إجراء العملية، يعني عملية. من غير عملية، غير عملية يلعب تاني يوم، خصوصا لعبت القدم يعني وما يلعبش قوي. في نوع تاني درجة تانية من غير عملية، بس يقعد مثلا من 3 أسابيع. نوع التالت والرابع وهنا بعمل إيه طيب لو ما عملتش العملية؟ ما عملتش عملية بتعمل عملية وما يرفعش إيدي لفوق. التالتة عملية والرابعة عملية وفي نوع خامس عملية. كل واحدة من دول محتاجة عملية، بس كام حاجة اتقطعت وكام حاجة اتصابت. يعني لما يكون بس العظمة انفصلت من غير قطع في الرباط اللي احنا قلنا عليه الغرابي القوي، غير لما يكون الرباط كان مقطوع. انه لو الرباط كان مقطوع مع الخلع هضطر اعمل رباط وحاكي الرباط الاصلي، وبالتالي هيقعد مدة ايه اطول. خلع مع كسر في الترقوة برضك هيقعد مدة اطول. طيب يعني حسب الإصابة خلع الكتف عادة بياخد وقت أطول، عشان عملية خلع الكتف هي عبارة عن خياطة غضروف في الكتف عادة وكشكشة في الأربطة الأمامية عشان ما يتخلعش تاني، بتاخد عادة أكتر. هي الإصابة دي عامة بتبقى من ثلاث، نرجع تاني نقول على حسب الحالة. على حسب الحالة يعني عادة ما فيش أقل، خلع الكتف ما فيش أقل من 4 شهور، خصوصا لحراس المرمى. بتختلف لما تكون حارس وعن لاعب، حتى لو طبعًا لو الاصابه في الكتف. طبعا، لان اللاعب ليه يا دكتور؟ ليه؟ لان اللاعب كل ايديه، حارس المرمى كل ايديه، فاهم ازاي؟ وحامل ستريتش جامد للمفصل ومدى الحركه وارتطامات اكتر، والكلام ده بتقل بالتاكيد عن لاعب كره القدم. لاعب كره القدم بس ما يوقعش تاني وخلاص. نورتنا يا دكتور مصطفى وسعيد باللقاء مع حضرتك، واتمنى يكون الساده المشاهدين استفادوا من معلومات حضرتك ونورتنا في الجول. أرجو أن أكون بس ما طولتش على المشاهدين. لا، ما فيش أي حاجة، حديثي ما كانش يعني مزعج يعني. لا لا لا، نورتنا. كل الكلام عن الإصابات وكان تعرف بالعكس يا دكتور، الواحد بيحب اللي يكون بصحة والناس بتحب تكون. تمنى للجميع اللعيبة بالصحة، ونشوف الدوري المصري بقى ياخد حقه الطبيعي. يعني تعرف كل المدربين اللي أنا اشتغلت معهم الأجانب يشكروا في التالنت، في موهبة اللاعب المصري. زي مين كده يا دكتور؟ كل اللعيبة اللي كتير جدا. زي مين مثلا؟ يعني أنا مدرب أجنبي، مين أكتر مدرب أجنبي في تاريخك الطبي في الملاعب الرياضية؟ هنري ميشيل أنا يعني حسيت أنه هو مدرب يعني عالمي. والمدرب اللي مع بيراميدز دلوقتي هيل كورنو سلاف، ممتاز جدا ومعه طقم مميز. يعني كل المدربين يعني بيشكروا في اللعيب المصري، في اللعيب المصري كتير. يعني اللعيب المصري عنده موهبة كرة القدم. إن شاء الله دايما نكون في أفضل، سواء في البطولات المحلية أو للفرق المصرية في البطولات الإفريقية والبطولات المختلفة. نورتنا تاني مرة يا دكتور، وسعداء وبوجودك معنا هنا في الجول، وبنشكرك على الاستضافة. الله يخليك.